نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدي الكرام. هذه الفقرة هنتكلم فيها عن ملك الفاكهة المانجو اللي بتحمل عنوان أهمية إنتاج المانجو في مصر كمحصول اقتصادي وتصديري هام. زي ما حضراتكم عارفين إن مصر الحقيقة يعني بتتولى الريادة بشكل كبير جدا في زراعة المانجو منذ دخولها في عهد محمد علي باشا عام 1825، وبالتالي أولت يعني الدولة وتحديدا وزارة الزراعة كافة التسهيلات والدعم لهذا المحصول الهام، وممكن إن شاء الله بإذن الرحمن نتوسع فيه بشكل كبير، وده الحقيقة قائم حاليا. ونتمنى يا رب أن يكون محصول هذا العام يعني عن العام السابق اللي أصابته بعض المشاكل الخاصة بالتغيرات المناخية أن يكون إن شاء الله أكثر وفرة وأكثر إنتاجية. يعني إن شاء الله نفتح العديد من التفاصيل مع ضيفنا العزيز دكتور بهال جمال مدير وحدة مشتل الفاكهة بكلية الزراعة جامعة القاهرة. مرحبا بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. أهمية محصول المانجا كمحصول فاكهة طبعا في المقام الأول وهو ملك المانجا، وفي نفس الوقت كمحصول اقتصادي أو تصديري. بالنسبة لإنتاج المانجا في مصر بيحتل المركز الثالث بعد الموالح والعنب، فالمساحة المزرعة في مصر حوالي 330 ألف فدان متوزعة في محافظات مصر المختلفة، محافظة الإسماعيلية، الشرقية، السويس، منطقة النوبارية، محافظة البحيرة، منطقة إيدكو، ففي توسع افقي في معظم محافظات مصر. ما شاء الله. المانجا لها قيمه غذائيه عاليه، تحتوي على نسبه عاليه من السكريات حوالي 20%، نسبه من الالياف، نسبه من الفيتامينات، خصوصا فيتامينات مختلفه، فيتامين ا، فيتامين ه، فيتامين اي، بالاضافه الى المعادن، بالاضافه الى الكربوهيدرات، فده كله بيدي مزيج من مكونات بتكون محبوبه جدا لمعظم شعوب العالم وخصوصا الشعوب العربيه، ويطلق عليها ملكة الفاكهة لهذا المكونات اللي فيها وحب الناس ليها. نعم. المانجا عندنا هذا الموسم أخبارها إيه؟ لأن في ناس متخوفة عن الموسم السابق لو السنة الماضية لما حصل تغيرات مناخية، وده للأسف أثر بشكل كبير جدا مش بس الحقيقة على المانجا ولكن على عدد من المحاصيل الأخرى. المناخ السنة دي خلال فصل الشتاء احنا تعرضنا لموجة من البرد كانت لها أثر جيد على دفع الأشجار للتزهير. لان البرد احد العناصر اللي بتدفع شجره المانجا للتزهير كنوع من الاسترس، فبتعمل حاسمه التكشف الزهري وتحول البراعم من نمو خضر لنمو زهري. بعد ما حصل كميه تزهير عاليه بدا يحصل تغيرات مناخيه، التغيرات دي اثرت بشكل ما على تاخير التزهير في بعض الاحيان، وكان ده شيء كويس مش وحش، تاخير التزهير اللي ممكن يرتبط بتاخير الحصاد نسبيا. الى اللحظه دي انا بنقول وضع مستقر، يعني في ان شاء الله المحصول السنه دي يكون احسن من السنه الماضيه باذن الله. ان شاء الله. ليه بترتكز زراعه المانجا دكتور في عدد من المحافظات زي مثلا الاسماعيليه والشرقيه والجيزه والفيوم؟ ترتبط بطبيعه التربه ومصدر الري، يعني هي المانجا لازم ملوحه ميه، لو كانت او جوفيه تقل عن 800 جزء في المليون، وما انصحش حد ينشئ لو ملوحه الميه فوق 800 جزء في المليون لانها محصول حساس للبلوحه. كذلك ملوحه التربه المفروض ما تزيدش عن 1500 جزء في المليون. فهذه المحافظات تتوفر فيها الظروف البيئيه المثلى، بالاضافه تتوفر فيها استقرار المناخ، يعني المناخ فيها مش مناخ حاد والتغيرات المناخيه حاده، ولكن حاليا بدا ينجح زراعه المانجا في اماكن كتيره جدا في مصر، في منطقه شاور العينات، في منطقه ادكو ورشيد، اصبحت كل محافظات مصر منتشر فيها المانجا بشرط توفر تربه خاليه من الاملاح جيده الصرف، بشرط توفر مصدر ميه خالي من الاملاح او املاحه ما تكونش عاليه. طيب هل بتصلح زراعه المانجا في الاراضي الجديده ولا كله فقط في الاراضي طبعا القديمة؟ ناجحه جدا في الاراضي الجديده، ناجحه جدا وتحقق انتاجيه عاليه جدا. محصول اقتصادي مهم. يعني المساحه المزروعه عندنا في مصر هل كافيه ولا احنا محتاجين نتوسع في زراعه المانجا بشكل كبير جدا المرحله اللي جايه عشان نقدر مش بس يعني تستوعب الاستهلاك المحلي بشكل كبير وبشكل يعني ارخص شويه عن الاسمان اللي احنا شفناها السنه الماضيه، لكن كمان محتاجين نتوسع في القيمه التصديريه الخاصه بالمانجا؟ اعتقد ان احنا محتاجين يبقى في توسع راسي اهم كمان من التوسع الافقي، ان احنا نحسن كفاءه الانتاجيه لوحده المساحه. الحاجه الثانيه برضه يبقى في توسع افقي، ما فيش اي مشكله، احنا وضعنا رقم 8 على مستوى العالم من حيث انتاج المانجا، بننتج حوالي 2 مليون طن سنويا. اول دوله منتجه في المانجا هي الهند، ثانيا الصين، دول اهم دولتين، ثم تايلاند، فاحنا ترتيبنا رقم 8، نسعى ربنا يكرمنا ونعلي ترتيب الانتاج عن طريق رفع الكفاءه الانتاجيه لوحده المساحه، وخصوصا ان احنا نعمل صيانه للمساحات المزروعه القديمه الغير منتجه. نعم. وخاصه ان المانجا من اشجار المانجا المعمره، يعني احنا المانجا دخلت مصر من حوالي 200 سنه وما زالت هناك اشجار مثمره على مدار 200 سنه، عمرها 200 سنه. ما شاء الله. فاحنا محتاجين نهتم بيها
ونحافظ عليها ونرفع كفاءتها الانتاجيه لوحده المساحه. الاصناف اللي موجوده عندنا في مصر واهمها الاستهلاك المحلي يا دكتور؟ اهم الاصناف الاستهلاك المحلي وفقا لذوق المستهلك المصري سكر. رقم واحد الفونس او سكر. العويس، الاثنين بيتنافسوا حسب ذوق المستهلك، ده مرتبط بنسبه السكر فيهم. الفونس اساسا صنف قديم جدا دخل مصر من حوالي 200 سنه، هو اساسا صنف هندي والصنف رقم واحد في الهند، هم بيسموه ملك المانجا. يعني الفونس زي المانجا ملكه الفواكه، الفونس هو ملك المانجا. هذا الصنف ينجح اكتر في الاراضي القديمه لان النمو الخضر بتاعه حساس لارتفاع درجه الحراره، بنسمي الخشب بتاعه مش قوي قوي، فهذا وبالتالي الفونس اللي منتجه في الاراضي القديمه اللي فيها بوتاسيوم جودته عاليه جدا. مع تقدم برامج الخدمه واجندات المزارع بدا ينشا في المناطق الحديثه الفونس، ومحصول اقتصادي جدا من اغلى اصناف المانجا لانه ليه نكهه وسكر عالي جدا. تاني صنف طبعا العويس، ما فيش كل الدنيا بتحب طبعاً. العويس العويس صنف مصري سكراته عاليه جميل جدا، صنف منتخب في مصر، يعني انتخب صحيح. تم انتخابه واكثره خضريا في مصر. بعد كده بقى حسب ذوق المستهلك، في ناس تميل لصنف اسمه التيمور، برضه صنف قديم جدا في مصر، في ناس تميل لصنف اسمه الفجر كلان، وهكذا. في تنوع كتير في اصناف المانجا في مصر، اكتر من 50 صنف، اكتر من 50، بس في الغالب الناس تميل للسكريات العاليه والنكهه المذاق اللي فيه سكريات عاليه، اللي هو الجميل ده. طيب ايه اللي احنا محتاجينه يا دكتور نقدمه من نصائح لاخواننا المزارعين اللي هم هيبداوا في زراعه مشروع المانجا، تحب تنصحهم تقول لهم ايه؟ اللي هيبداوا ينشئوا في مزرعه مانجا لازما حلم كل مستثمر او مستثمر كبير او صغير دايما يبقى عنده مزرعه مانجا. يعني لان هي خلاص محبوبه وعائد اقتصادي بتاعها عالي. عشان يبدا ينشا لازما يكون عامل دراسه جدوى سليمه ومتاكد ان الارض دي والمناخ ده ملائم لانتاج المانجا، ويفضل يكون معاه استشاري في مجال انتاج المانجا. واحنا في مصر عندنا استشاريين مميزين جدا في انتاج المانجا، لان استشاريين المصريين في مجال المانجا افضل من بره، لان هو عايش مع البيئه المصريه وعنده خبره وبيقدر ياخد قرار سليم. فلازم يبقى معاه دراسه جدوى وينشئ انشاء سليم. لكن لو ما عانتش الطبيعه، لو الارض نسبه فيها ملوحه ممكن تتعالج عن طريق الميه، عن طريق الماده العضويه، عن طريق كذا. لكن لو الميه فيها مشكله ما ينفعش ينبقى مانجا. لما حد بيتصل بينا ويستشيرنا يقول لك انا عندي ملوحه الميه 800، هي تصلح للمانجا، لكن غالبا الابار بيحصل لها تمليح بعد فتره، فاقول له لا بعد اذنك ما تزرعش مانجا، هتنجح معاك 5-6 سنين، وبعد في الاخر ممكن وارد يحصل تدهور مع سحب الميه من الابار. فبالتالي لازم يكون عامل دراسه جدوى ودارس كل عنصر فيها. التكلفة الإنشائية في المانجا مش عالية، تقريبا حوالي 25,000 جنيه في الفدان، فما تعتبرش عالية. طيب من أكثر الأمراض والمشاكل اللي بتواجه محصول المانجا هو عفن الهباب، وده اللي بيأثر بشكل كبير جدا على المحصول، يعني إيه اللي تنصح بيه في هذا الأمر يا دكتور، وإزاي نقدر نتغلب عليه؟ العفن الهبابي ده مرض فطري ظهر مؤخرا خصوصا في المزارع المانجا المهملة وانتشر، وللأسف الناس كسلت في مقاومته لأنه ممكنش عارفين سببه إيه. هو السبب الاساسي ان الشجره بتكون كثيفه في النمو، فبتنتشر حشرات قشريه، حشرات القشريه دي بتكون ثقيبه مصه بينتج عنها ندوه عسليه. يبقى اول شيء مشكله حشره مرتبطه بالهيكل بتاع الشجره نفسه. هذه الندوه العسليه بينمو عليها فطر مترمم اسمه العفن الهبابي، فبالتالي بتكون الشجره لونها اسود خالص، كفائتها الانتاجيه بتصل لصفر، ممكن تموت الشجره كمان. علاج هذه المشكله اول شيء ان هو يبدا يقلم الشجره عشان يدخل الضوء لايه؟ يقلمها تقليم سليم بواسطة ناس فنيين متخصصين عشان يدخل الضوء والشمس لقلب الشجره. الخطوه الثانيه ان مقاومه الفطره اهم من الحشره لانه اسرع في الانتشار، فيقاوم الفطره عن طريق مركب نحاسي يكون جيد ويرش مره واثنين، تبقى مكلفه شويه. الحاجه الثانيه كده هو يقاوم ماء الفطر، ثم يقاوم الحشره القشريه عن طريق مبيد حشري محترم معاه زيت صيفي كده. دي الرشه رقم 2 او بس هي الخطوه رقم 3، ان اول خطوه كان عمل تقليم. الخطوه الرابعه ان هو يغسل هذا العفن الهبابي عن طريق حسم الصابون الزراعي، كده ضمن ان المزرعه نورت معاه وعادت حيويتها. والاهم من ده كله ان هذه المكافحه تكون مكافحه جماعيه، لان هو بيحصل عدوى من مزرعه جنب مزرعه في محافظه الاسماعيليه، انتشر هذا الكلام في السويس في الشرقيه. لازم المزرعه المزارع كلها مع بعضها تكون في تعاون بينها في هذه مكافحة هذا المرض. طيب أهم عمليات الخدمة لمحصول المانجا في هذا التوقيت يا دكتور إيه؟ لو شهر 6.
والله لو ننصح بيها اخواننا الفلاحين المزارعين خاصه في المتابعه الدوريه، احنا خلاص على مرحله الحصاد. لا احنا حاليا قريبين من مرحله اسمها مرحله النقطه اللي هي ثبات ما فيش تساقط، اللي هي 21/6 تقريبا. يعني خلاص عند 21/6 المحصول على الشجر ده اصبح ثابت خلاص. حاليا هو الري المعتدل والتسميد المتوازن. دايما قصه السكر في الثمار بترتبط بعنصر اسمه البوتاسيوم، يعني صنف اسمه الصديق، صنف جميل جدا، بس ساعات نشوفه في مزارع ملوش طعم، ملوش طعم السكر، وبرضه صنف مصري. صنف الصديق صنف منتخب في مصر. طب ليه ملوش سكر؟ لان اهمل في تسميد عنصر اسمه البوتاسيوم. فلازما في المرحله دي نبدا نهتم بالعنصر البوتاسيوم، ونقلل النيتروجين، نقلل الفوسفور، نهتم. هو اهم عنصر عندي حاليا هو البوتاسيوم، وممكن جزء بسيط كالسيوم ان شاء الله. حلو قوي. طيب المستثمر دايما اللي بيعمل مزرعه او مرشى المانجا اهميته الانتاجيه بتاعته، وان يكون في قيمه مضافه للمانجا في الانتاجيه، ده ممكن يكون ازاي دكتور او يحصل ازاي؟ مؤخرا مع دخول الاصناف الجديده اصبح في مثلا دخول صنف بس ما بيحققش انتاجيه للفدان، زي مثلا الكينج ستون صنف من استراليا، انتاجيه الفدان قليله اقل من 3 طن 4 طن. المستثمر عايز انتاجيه 10 8 طن 9 طن 10 طن، وممكن تصل ل 15 و20 طن كمان. ايه هي الاصناف اللي تحقق ده ويكون ليها استخدامات مختلفه سواء في التصدير او في التسويق المحلي او في التصنيع؟ اصناف زي الكيت، زي النعومي، زي الكريمسون، زي الاوستون، دول اهم اربع اصناف حاليا ثابتين ان هم ناجحين. اربع اصناف من وسط مثلا حوالي 100 صنف ده ندخلهم، ودي اصناف جديده. تمام. الاصناف القديمه الجميله برضه صنف اسمه الفجر كلان، ده صنف باكستاني انتاجيه الفدان ممكن توصل ل 15 طن، صنف متاخر النضج. دي كلها اصناف وبيبدا يشتغل عليها. برضه انتاج المانجا في الوجه القبلي، وخصوصا مع جفاف الجو وجفاف المناخ، ده مهم جدا. يعني وجد ان انتاجيه الفدان مثلا في اسوان اللي هي اول منطقه بتحصد، متوسط انتاجيه الفدان حوالي 7 طن، اعلى من متوسط انتاجيه الفدان في الوجه البحري، لان من ضمن الاسباب خصوبه التربه، ومن ضمن الاسباب ان المناخ جاف، فده شيء جميل جدا. تمام جدا. طيب احنا بنتكلم برضه على جزئيه في غايه الاهميه، هي المواصفات الجيده لثمار المانجا، وتحديدا في عمليه التخزين. احنا طبعا مش بس بنحرص ان احنا ناكلها في الموسم بتاعها، في ناس كتير جدا بتبقى حريصه على تخزينها اكبر فترات طوال السنه، بحيث ان احنا يعني في الفتره ما بقاش فيها موسم المانجا ناكلها. يعني ازاي نقدر يكون في مواصفات ايجابيه في التخزين تدي تحافظ على كل قوام المانجا؟ هو النهارده احنا اهم صنف في التصنيع الغذائي وصناعه العصائر حتى وصناعه الايس كريم وخلافه هو صنف الزبده. ليه صنف الزبده؟ سكرياته مقبوله جميله جدا، لون الثمره اصفر او لون اللب نفسه اصفر، لكن قوام الثمره، نسبه الحموضه الخفيفه، قدرته على التخزين. يبقى الصنف التصنيع الاول عندنا هنا في مصر هو الزبده، يليه صنف السكري، يعني صنف السكري اكتر تصنيع اكتر ما هو استهلاك مباشر، ثم بقى صنف الكيت. دول اهم ثلاث اصناف ممكن يدخلوا في التصنيع والتخزين. وصنف الكيت كمان بدا يتصنع منه شرائح مجففه، شرائح مانجا مجففه. تمام. ايه اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه بحيث ان نواجه كل التغيرات المناخيه دي؟ مواجهه التغيرات المناخيه خاصه في صف المانجا، لان اكتر حاجه ديت هي اللي واجهت المحصول المانجا دكتور، يعني تاثر قوي. اللي احنا محتاجينه واحنا ان دايما نختار الاصناف اللي بطبيعتها مقاومه وتتحمل. أي. تتحمل التغيرات المناخيه. نبدأ نشوف المناخ وندرسه ونختار شوية الأصناف اللي تظهر متأخر. كل ما نقدر نعمل مانجمنت للمزرعة عن طريق الري والتسميد، والشجر يأخر يظهر معي متأخر، دي ميزة. أظهر متأخر أهرب من تغيرات المناخ، أهرب من تغيرات المناخ اللي هي في بداية فصل الربيع اللي شهر مثلا 2 3 4. كل ما الشجرة تظهر متأخر دي ميزة مش عيب. الحاجة التانية اختار صنف يتحمل هذه الجيدات البيئية. أيوة. وليه بيتحمل؟ بتبقى فعلا وراثيا هو يتحمل. وراثيا اتصال الثمرة بالعنق بتاعها يتحمل. الحاجة الأهم جدا ان هو أنا التوازن في التسميد. الشجرة لما تكون متغذية كويس تسميد متوازن، دي بتقدر تتماشى وتمشي، يعني تتحمل التغيرات المناخية. أما الشجرة حتى لو مديها تسميد زيادة، لو مد الشجرة تسميد زيادة ممكن تسقط، ما انت مديها فوق طاقتها إذا كان ري أو تسميد. أي. فتكون شجرة مرفهة، لكن لازم يكون التسميد متوازن من NPK والكالسيوم والمغنيسيوم والعناصر الصغرى، لازم يبقى فيه توازن بين هذه العناصر. أخبار صادراتنا إيه من المانجا دكتور، وأهم الأصناف اللي بتتصدر إيه؟ احنا بنصدر يعني من اهم 10 دول بنصدر مانجا الحمد لله.
بنصدر لمعظم السوق الاوروبي والسوق الروسي والسوق العربي. حتى مؤخرا بدانا كمان نصدر حتى ليبيا. اخر تصدير في مصر كان لدوله ليبيا، بداوا حتى ياخدوا الالوان الاصناف الغير ملونه. كان الاول بيعتمدوا على الاصناف الملونه زي التومي زي الكنت، بدات حتى الزبده تدخل في التصدير. فاحنا الحمد لله بنصدر مانجا في صوره طازجه بكميات كبيره، وكمان بنصدر عصائر مركزه دي، ودي بقى تصديرها اسهل. بيتم في مصانع في مصر متخصصه لانتاج العصائر المانجا المركزه، وطبعا على راسهم الزبده وعلى راسهم السكري، وبيبدا تصديرهم لايه دول خارجيه. بتداول هذه العصائر اسهل من الثمار الطازجه. هل احنا يعني احنا عندنا في مصر حضرتك قلت كام نوع مانجا يا دكتور، وهل في يعني انواع متفوقه مثلا زي الصين عشان كده بتحتل مرتبه كبيره جدا في انتاج المانجا وتصديرها، احنا محتاجين انها تبقى موجوده في مصر ولا لا؟ والله في الفتره على مدار ال 20 سنه دول بدات تدخل اصناف وتتقيم من خلال وزاره الزراعه، من خلال المستثمرين، من خلال كليه الزراعه. فطبعا احنا دايما محتاجين ندخل اصناف جديده، وده احنا هنا في ميزه في المانجا ان احنا الموسم المانجا في مصر ممكن يبدا من شهر 7 وينتهي في شهر 1 و2. دلوقتي بقى موسم ممتد جدا مثلا مقارنه مثلا بمواسم حاجه زي المشمش هم 30 يوم او 40 يوم. لا احنا اصبح عندي في اصناف مبكره واصناف متاخره واصناف في ميد سيزون في نص الموسم. فاحنا دايما محتاجين، بس بنهتم قوي او يا ريت نوجه المستثمر قبل ما ياخد خطوه في توسع في محصول كبير يتاكد ان المحصول ده ناجح. لان احيانا بيبقى في صنف مثلا زي النيم دوك ماي، الصنف نزل بدات الناس تتوسع في كميات منه وتكلف نفسها، وفي الاخر طلع في مشاكل، في معاومه، في جوده الثمره مش قد كده، القشره مش سميكه فمش بتحمل التداول. فلازم يكون في تقييم للصنف قبل التوسع فيه. صحيح. كم صنف تقريبا عندنا في مصر بنزرع يا دكتور؟ تقريبا يعني يدخل في 100 صنف. 100 صنف. لكن الاصناف الاساسيه اللي شغاله معانا حوالي 10 اصناف. اللي مش شغال ده بيبقى احد اسبابه انتاجيه الفدان قليله، سواء هو صنف منتخب محلي او صنف جاي من بره، او في حاجه اسمها تبادل حمل. يعني ايه؟ النهارده انا مستثمر مش عايز افضل اخدم طول السنه وفي الاخر الشجره ما فيش تبادل حمل. يعني اون يير اوف يير، يعني السنه في محصول سنه ما فيش، فده بيخرجه بره، يخرج بره المساحات الكبيره ويخرج بره الاستثمار، لان الزراعه اصبحت استثمار. محدش هيخدم مزرعه مانجا وفي الاخر مفيش انتاج معاه في اخر السنه. حلو جدا. احنا عندنا اصناف مختلفه، بتبقى اصناف خاصه بالاكل، اصناف خاصه بالعصير، اصناف خاصه باشياء اخرى خاصه بالتصنيع. الاصناف دي كلها عندنا في مصر يعني في توازن ما بينها دكتور، ولا احيانا ممكن نيجي على حساب صنف عشان خاطر نوفره مثلا لعمليه ان هو يكون في تصنيع مستمر ليه؟ يعني احنا يمكن عندنا اصناف التصنيع محتاجين نهتم بها اكتر. أيوة. يعني احنا عندنا الاصناف قلت لك كل المستهلك في مصر بيلجا اكتر للصنف اللي هو العويس، كله دور على العويس، كله دور على حاجه اسمها فص العويس مثلا. واو. كله دور على الفونس، كله دور على الحاجات اللي هو بيحبها اللي هو سكري. لكن احنا محتاجين اكتر برضه ان ندخل اصناف مرتبطه بالتصنيع الغذائي ان شاء الله. ايه رساله تحب توجهها لكل مزارع المانجو في مصر يا فندم؟ انا بقول لهم والله اطمنوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المحصول في مصر مطمن ان شاء الله، والشعب المصري بيحب المانجا وهياكلوا مانجا باذن الله. مطمن الحمد لله باذن الله. يعني الموسم بتاع السنه اللي فاتت ان شاء الله مش هيتكرر هذا العام باذن الرحمن. الامور كويسه، التغيرات المناخيه قدرنا ان احنا يكون عندنا تدخل ايجابي، اصبح في مقدره على التعامل معها. وخصوصا احنا عندنا فعلا استشاريين في مصر ما شاء الله عليهم متمكنين جدا. يعني طيب كلنا نفسنا ناكل مانجا، ولكن برضه عايزين نطمن على السعر، اخباره ايه؟ هل هيبقى غالي زي السنه اللي فاتت ولا ممكن يكون ان شاء الله في انخفاض شويه؟ الاسعار دايما بتبقى في بدايه الموسم عاليه. يعني اول مانجا بتنزل لنا من اسوان وجه الابلي بتبقى الصديقه جميله، الجولوك طعمها مش سكر قوي وهكذا. فدي بتبقى الاسعار في الاول الموسم عاليه، ثم بتبدا تهدى، وفي اخر الموسم بتعلى تاني. ده السوق عرض وطلب ان شاء الله. في نص الموسم بتهدى شويه الاسعار، لكن المانجا ان شاء الله تبقى متواجده كويس. متواجده ان شاء الله باذن الله. شرفنا بوجود حضرتك والله يا دكتور، دايما بتسعدنا يا فندم بكل اطروحاتك الجميله. شكرا ليك الدكتور بهال جمال، مدير وحده مشتى الفاكهه بكليه الزراعه جامعه القاهره. نورتني يا فندم. شرف لينا يا فندم. ادم بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. ان شاء الله غدا لقاء جديد يتجدد مع حضراتكم في نهار جديد. تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.